عايزين مع الاستاذ مسند اداري مين، نسال الله ان يسترنا اتمامكم. باب في الشرب في انيه المشركين. صلى الله عليه وسلم. امين الله. نعم. فحدثني أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت رسول الله إن الأرض التي تستاذ فنحن فيها كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض أن يكون إلا أن تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم نعم. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الأرض أهل الكتاب، فيها كما قلنا من الآداب الرجوع إلى العلماء، وهذا واجب حتمي لازم، الرجوع إلى العلماء، أن ترجع للعالم في كل صغير وكبير وتقيق ووجيب، الرجوع إلى العلماء. قال حافظ: يعني إن بأرض قوم أهل الكتاب هي أرض الشام، وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا، منهم الغسان وتنوخ، كانوا قد أخذوا بدين النصارى. قال: فنأكل في آنيتين، كما قلنا من الأدب أن ترجع إلى العالم في كل صغير وكبير ودقيق وجل، لأنه ضبط الأمور لا تأتى إلا بضبط الشرع، ضبط الشرع لا يعلمه إلا من وفقه الله للتشريع، أو نقل التشريع أو حمل الشرع. قال حافظ: قد وقع الجواب عنه: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وهذا من باب الكمال، يعني لا تستعد، يعني لا تستعملها إلا أن تجد غيرها. قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأنه الاحتمالية واردة، يشربون الخمرة ويأكلون الخنزير. قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فتمسك بهذا الامر من الله ان استعمال ايات الكتاب تتوقف على الغسل لكثره استعماله من النجاسات، ومنهم من يتدين بملابساتها. قال ان هو المراد بالانيه في حديث ابي ثعلبه من يطبخ، من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر، كما وقع التصريح به في روايه اخرى: ان نجاوز او نجاور اهل الكتاب هم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر. أما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة، فإنه يجوز استعمالها لو لم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل خروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك، أو يحتمل أن يكون استعملها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول والظاهر الحديث. وعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وأخرج أبو داود عن جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنات المشركين فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا في رواية البزار، فنغسلها ونأكل فيها. العلماء من الفقهاء قسموا هذا أقسام ثلاثة: القسم الأول هو من كان يتدين بالنجاسات، فقالوا هذا بوجوب الغسل ولا يصح استعمالها إلا بالغسل، لأنهم يتدينون بالنجاسات، فالاحتمالية هنا ليست احتمالية واردة بل هي غالبة، لذلك يجب غسل الآنية قبل استعمال من أواني الكتاب أو المجوس. الاخرون لا يتباينون بالنجاسات، فهؤلاء يعني احتمال شرب الخمر فيها وقتل الفتيه موجود فيها، لذلك قالوا الاولى والاكمل ان تغسل قبل ان تستعمل، وان استعملتها من غير غسل فهذه كراهه، لانك لم يتبين لك هل استعملوها ام لم يستعملوها في الخنزير وغيره. فلما وجدت ذلك فلما لم يكن الامر على الاحتمال قالوا على الكراهه، وبعضهم قال على الجواز، والصحيح انها على الكراهه، ظاهر الحديث في ذلك انها تنقسم الى قسمين: اما على التحريم واما على الكراهه، والكراهه لوجود الاحتماليه، ايه اللي صرفها؟ وجود الاحتماليه، لانه ذلك قال ان وجدتم غيرها فلا تستعملوه، ان وجدتم غيرها فلا تستعملوه، مفهوم؟ فهذه معناها انه الاولى لك ان تذهب الى ذلك. فاذا الطائفه الثانيه التي لم يعرف عنها التدين بالنجاسات، هذه استعمالها دون غسل على الكراهه، وان استعملها صح ذلك ولا شيء فيه الا ان تاكد من وجود ذلك. إذا الأصل الأشياء اللي بعد.
صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين او محاصرين قصر خيبر فرمى كان بجراب في شحم فنزلت لاخذه فالتفت الي ان يسلم فاستحيت منه وقد بوب له ما يصيب المجاهد من الطعام في ارض الحرب هل يجب تخميسه للغانمين او يباح اكله للمقاتلين؟ هذه مساله خلاف والجمهور على جواز اخذ الغانمين من القوت ما يصلح به كل طعام وكل طعام يعتاد اكله عموما وكذلك عارف الدواب كل ذلك في المصلحه مقاصد الشريعه اذا اكل يعني يشتد ويقوى للقتال والمعنى فيه ان الطعام يجب في دار الحرب فابيح للضروره والجمهور ايضا على جواز الاخذ ولم تكن الضروره ناجزه وهذا صحيح كما قلنا هذا حال المجاهدين وهذا تيسير عليهم فيما هم فيه من مقصد عظيم وهي نصرة هذا الدين يعني. وليس من الغنائم التي تقسم يعني هو يسير بالنسبة للغنائم واتفق على جواز ركوب دواب الكفار ولبس ثيابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب الشرط الأوزاعي في إذن الإمام وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب يعني هو اللي كان في الحرب وأكل وبقي طعام يرد إلى الغنائم لو ركب ركوبا وبقي له شيء يرد الى الغنائم يعني ياخذ ما يكفيه فلا يضر نفسه ثم بعد ذلك يرد الى الغنائم. الاخ المبارك سالته عنه ولا لا؟ سالته عنه ولا كيف هو؟ احسن الحمد لله الحمد لله انا احسن. تفضل ممتاز. فين عمل الصناعه؟ هاتوا التليفون. وردوا على التعجيل حتى لو في الحرب. الحديث هو في المثال ما كان بالله واليوم الاخر فليأخذ دابه من المغنم فاركبها حتى اذا عجفها ردها الى المغنم او المغنم وذكر في الثوب مثل ذلك وهو حديث حسن من خرج ابو داود والطحاوي ونقل عن ابي يوسف انه حمله على ما اذا كان الاخذ غير محتاج يبقى دبته وثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دب وهذا امر يعني كان يحتاج الى الدابه يحتاج الى الثوب هل يلزم بان يرد الغريمه مع سينضر احنا قلنا ان هو الجواز في اخذها حتى لا يقع ايش؟ الضرر عليه ورفع الضرر ان يبقى معه حتى اذا انتهى منه رده الى الغنم. قال الزهري لا ياخذ شيئا من الطعام ولا غيره الا بإذن الامام. وخاصه انه سياخذ اذا نهى الامام. وصحيح البخاري كما قلنا ما ياخذ حتى دون اذن الامام. قال ابن المنذر وقد ورد الاحاديث الصحيحه بالتشديد في الغلول. واتفق علماء الانصاري على جواز اكل الطعام وجاء الحديث نحو ذلك قال ما يباح ذبح الانعام للاكل كما يجوز اخذ الطعام وقياده وشفع بالضروره الى الاكل حيث لا طعام هذه المساله لانه اصلا الاصل فيها المنع ولا الاباحه؟ إباحة الاصل فيها منع جنائن المسلمين الاصل فيها منع يباح ليش؟ للضروره او للحاجه الملحه وفي الحديث يدل يا جراب من شحم يوم خيبر قال فاتيته فالتزمت قال ثم قلت لا اعطي من هذا احدا اليوم يعني انا كل واحد ما احد ياكل معي فنسال نظر فالتفت فوجدت نفسنا فوجدته يبتسم واخرج ابن وهب بسند معضل ان صاحب الغنيمه كعب بن عمرو زيد الانصاري اخذ منه الحراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي بينه وبين جرابه وهذا يتبين معنى قولي فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله استحي من فعله او من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هنا موضع الحجة في الحديث ما هو في نقل الإسناد إقرار أحسن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال استحييت من رسول الله فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم الجزية هي كل ما يؤخذ من أهل الذمة وهذه صغارا يدفعونها صغارا فين الولد اسمه الأمر؟ نايم ولا
حتى وقت الجيل التعيين فهم صغيرون كما قال الله تعالى، فيهم حقاره وفيهم الانقياد والصغر. وفي الهدايه لو بعث بها على يد نائبه لا يقبل منه في اصح الوقت، بل يكلف ان ياتي بها نفسه ويعطي قائما. يعني المساله قالوا يطأطئ راسه، الحقيقه هو ارض الجزيه، نفس ارض الجزيه فيها يا صغر، ارض نفس ارض الجزيه فيها صغار، والمقصود صغار هؤلاء لانهم لما يعني هرب وفر من عباده الرحمن اذلهم الله ذلا عظيما وعبدوا الشيطان. نعم. حتى ارض الجزيه فيها وهم صاغرون. نعم. والمساله على الايمان، الايمان هو الذي يقدرها، يقدر ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارح أهل نجران وهم قوم من النصارى بقرب اليمن على 2000 حلة في العام. قال في سنن أبو داود عن ابن عباس، صارح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، والحلة ثوبان إزار ورداء. وكما قلنا المسألة مصالحة وفيها مقتضى الشريعة، والإمام هو الذي يحط في هذا الباب. وصالح عمر بن الخطاب نصارى بني تغلب على أن يؤخذ منهم من كل منهم ضعف ما يؤخذ من المسلم من المال الواجب. ومع ذلك النصارى تغلب، قالوا لا تغلبوا على الجزية، لا تسموها جزية، أنفت العرب يعني، خذوها منا كما تأخذوها من أنفسكم، أو نحن نأخذها من أنفسنا على أنها زكاة، وهذا الإسلام. قالوا لا تسموها جزية، خذوا الضعف منا. فصالحوا مع أن يأخذوا منهم الضعف. الضرب الثالث هو جزية، يبتدي الإمام بتوظيفها يتغلب على الكفار، ففتح بلادهم وأقرهم على أملاكهم، فهذه مقدرة بقدر المعلوم، شاءوا أو أبوا، رضوا أو لم يرضوا. فيضع الغني في سنة 48 درهما في كل شهر 4 دراهم، وعلى المتوسط 24 درهما في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل 12 درهما في كل شهر درهما واحد. وأهل الإمام يعني يشترط عليهم فيأخذ منهم الزيادة. وقال الشافعي يوضع على كل حال من أي بالغ دينارا أو 12 درهما. كما قلنا هذا كله أصله وأصله وأساسه في الترتيب والتدوير من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا فيها ايضا صلاحة المساله مع اهل نجران. واختلفوا في المقدار، مالك يقول 40، والثوري يقول كذلك 40، وقيل انه صلى الله عليه وسلم امر معاذ ان ياخذ دينارا. صالح هو عليه السلام نصارى نجران على 2000 حده. وهنا عمر بن الخطاب اخذها من مجوس هجر. هي بلد باليمن بين وبين عسر يوم وليله. شرح السنه اجمعوا على اخذ الجزيه من المجوس، وذهب اكثرهم الى انهم ليسوا من اهل الكتاب، انما اخذت الجزيه منهم بالسنه، كما اخذت من اليهود والنصارى، اخذت الجزيه منهم بالسنه كما اخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقيل هم من اهل الكتاب، روي عن علي بن ابي طالب كان لهم كتاب يدرسونه. حقيقه انا اقول اصلا في هذا الباب احنا عايزين الدليل، هو الذي جعلنا نذهب اليه ونحن منهم الجزية. ايش هو؟ سنوا بهم سنة الكتاب غير نكاحي نسائهم ولا آكلي ذبائح. الفوائد المستنبطة، مقدار الجزية موكول بنظر الإيمان، ويجب فيه الزيادة والصغار على أهل الكفر، يجوز الأكل من أموال أهل الحرب قوة للمجاهدين، وما زاد يكون الغانمين حرمة الغرور. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.